يثور النص لديكم في فضاءات الرواية وفي منمنمات القصيدة، ثم يثور الشارع فيتلون العالم بألوان أقلامكم وإبداعاتكم. مؤتمر أدباء مصر في دورته 26، والتي خصصها المؤتمر للشاعر الكبير أمل دنقل تحت عنوان سقوط نص الاستبداد، والتي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أستاذ سعد عبد الرحمن بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين. المؤتمر ده هو أكبر مؤتمر أدبي في مصر، وعمر المؤتمر 26 دورة. الدورة دي هي الدورة 26، لكن تتميز بأنها هي الدورة الأولى بعد ثورة 25 يناير. دورة أمل دنقل برضو أيضا من اختيار الأمانة، على اعتبار أن أمل دنقل هو أمير شعراء الرفض، هو صاحب الموقف الواضح والصريح، لا تصالح ولو قلدوك الذهب، أو لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، في حاجات لا يمكن التصالح عليها زي دماء الشهداء. إن نضال المثقف المصري ليس بحاجة إلى إبانة، هذا المثقف. وعلى هامش الدورة أقيمت احتفالية خاصة بتكريم عدد من الأدباء والمثقفين، وعن تناحر المتناحرين حول المكتسبات والغنائم، بوسع كل عابر سبيل أن يصمه بالخيانة. النص لا يعني النص الكتابي، الحياة في مجملها قد تكون نصا. يعني نحن عندما أطلقنا هذا العنوان، أو الأمانة العامة اختارت هذا العنوان، كانت في قمة تفاؤلها بعد شهرين من الثورة، وكنا نتصور أو نتوقع أن 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 أن, أن الاستبداد قد سقط تماما. هنا ندخل إلى مرحلة في مصر، مرحلة جديدة لبناء دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة التي تكفل للجميع الحرية والمساواة والكرامة. الجميل في المؤتمر النهاردة إنه اللي ساعدني بمستوى شخصي، أول مؤتمر بعد الثورة، إنه كان تجربة ديمقراطية حقيقية. أولا لأنه أعضاء أمانة المؤتمر هم منتخبين عن محافظتهم، والأسماء اللي بتطرح للتكريم بيتم التصويت عليها بشكل ديمقراطي واضح، فبالتالي أنت بتحس أن التجربة ديمقراطية كاملة وبعد الثورة، فده بيخلي التكريم بالنسبة لي ليه قيمة كبيرة. لم تكن مصر في حاجة لثقافة عصرية. عشرات المثقفين تجمعوا اليوم للاحتفال بالشاعر الكبير أمل دنقل في حدث هو الأول بعد ثورة 25 يناير، التي تبشر الثقافة المصرية بمستقبل أفضل.